بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد في مكرر مورفولوجيا وتشريح النبات، بناء على رغبة أبنائنا الطلاب اللي هم الحريصين على التعلم والفهم. سوف أقوم بشرح الأنسجة النباتية على نفس النمط اللي سرت عليه في المحاضرة السابقة، وهو شرح تفصيلي وبأسلوب مبسط ويسير يساعدك على الإنمام بأنواع الخلايا والأنسجة إن شاء الله بإذن الله تعالى. سوف أبدأ في هذا الجزء بشرح نسيج البريديرم. في البداية بنعرف نسيج البريديرم، وأرجو أن أنت تركز معايا، أنا هقول التعريف على بعضه وبعدين هفسره علشان لما تيجي تحفظ التحريف تبقى بتحفظه بناء عن فهم يثبت في ذهنك ما تنساهوش. بنقول نسيج البريديرم هو نسيج وقائي ثانوي المنشأ، ويمثل النسيج الضام لأعضاء النبات المسنة، حيث يحل محل البشرة والأنسجة السطحية التي تمزقت في الجذور والسيقان المستمرة في النمو والسمك ليحميها من فقد الماء وعوامل البيئة المحيطة. وعلاوه على ذلك يتكون حول الإصابات المرضية ليحد من انتشار الميكروبات، وكذلك يتكون أسفل مواضع تساقط الأوراق وغيرها من أعضاء النبات كالأزهار والثمار. قلنا تعريف يبدو في الظاهر أنه كبير، لكن لو ركزت معايا بقى وأنا بشرحهولك هتقوم تفهمه ويثبت في ذهنك ما تنساهوش. كلمتين دول عرفوك يعني إيه نسيج البريديرم. نبدأ نمسك جزء جزء من التعريف ونوضحه. البريديرم نسيج وقائي، يعني نسيج وظيفته حماية الأنسجة الداخلية، لأن هو نسيج هيبقى نسيج سطحي، فوقائي يعني بيحمي الأنسجة الداخلية. بيحميها من إيه؟ بيحميها من فقد الماء بالتبخير ومن مهاجمة الميكروبات والحشرات. إزاي ده؟ هوضحه أثناء ما بشرح إزاي بيكون نسيج البريديرم. وبنقول ثانوي المنشأ، يعني إيه ثانوي المنشأ؟ بينشأ من ميرستيم ثانوي، والميرستيم الثانوي أنا عرفته قبل كده، قلت هو الميرستيم اللي بينتج من خلايا بالغة حية استعادت القدرة على الانقسام مرة أخرى، وهوضحها برضو وأنا بشرح تركيب النسيج. بس تبقى عارف وقائي يعني بيحمي الأنسجة الداخلية، ثانوي المنشأ نشأ من ميرستيم ثانوي. وبنقول يمثل النسيج الضام لأعضاء النبات المسنة، لأن بيحل محل البشرة والأنسجة السطحية في الجذور والسيقان المسنة اللي هي بتنمو في السمك. وأظن أنا وضحت الكلام ده بكده في المحاضرة اللي فاتت، بس هوضحه تاني عشان الناس اللي بتتابع معايا. لما نقول نسيج ضام يبقى بنقصد نسيج سطحي بيضم بداخله باقي الأنسجة اللي بتبني جسم العضو النباتي ويوفر لها الدعم والحماية، ده المقصود بالنسيج الضام. وعشان يوضح الموضوع أكتر ننتقل للشريحة التالية علشان أشرح لك عليها وتقوم تفهم الكلام. هنا قدامي يعني رسومات ثلاثية الأبعاد بتوضح لي التركيب الداخلي لساق حديث يعني ما حصلش فيه نمو ثانوي، وساق مسن يعني حصل فيه نمو ثانوي. يبقى عرفنا كلمة مسن دي بتعني إن حصل فيها نمو ثانوي. لما نقول حديث يبقى مازال العضو النباتي كما هو بتركيبه الابتدائي، لم يحصل فيه نمو ثانوي. وتاني افكركم بالكلام اللي انا قلته عن النمو الابتدائي والنمو الثانوي. عرفنا النمو الابتدائي وقلنا هو عبارة عن نمو العضو النباتي في الطول ويحدث في المراحل الاولى من نمو العضو النباتي. نعرف النمو الثانوي ونقول النمو الثانوي هو عبارة عن نمو العضو النباتي في السمك ويحدث في المناطق التي توقفت عن الصلاة. يعني النمو الثانوي مش هيحصل في جميع أجزاء الساق، لا، بيحدث في المناطق اللي وصلت لأقصى طولها وتوقفت عن الصلاة، يبقى يبدأ يحصل فيها النمو الثانوي. ولما يحصل النمو الثانوي نقوم نقول على العضو مسن. نقول على العضو إيه؟ مسن، يعني نعرفك إن حصل فيه نمو ثانوي. أما قبل حدوث النمو الثانوي فبنقول إن تركيب العضو هو تركيب ابتدائي، تركيبه ابتدائي يعني مكون من أنسجة ابتدائية. أرجو إن هي تكون واضحة. حاجة تانية لازم أثبتها لك في ذهنك تبقى عارفها، هل النمو الثانوي بيحصل في جميع أعضاء النبات وفي جميع النباتات، ولا هو بيبقى قاصر على أعضاء معينة ونباتات معينة؟ لا، بيبقى قاصر على أعضاء معينة ونباتات معينة. نعرفها إيه هي؟ نعرفها، بيحصل النمو الثانوي فقط في الجذور والسيقان، لا يحدث في الأوراق عادة ولا في الأجزاء الزهرية للزهرة ولا في الثمار والجذور. يعني العضوين الوحيدين اللي يحصل فيهم نمو ثانوي هما الجذور والسيقان. طيب النباتات بقى اللي بيحصل فيها النمو الثانوي، هل بيحصل النمو الثانوي في جذور وسيقان جميع النباتات؟ لا، فقط نباتات ذوات الفلقتين والنباتات عاريات البذور.
ولا يحدث في النباتات ذوات الفلقة الواحدة إلا في حالات نادرة، ويكون عادة نمو ثانوي شاذ، يعني مش زي الطبيعي اللي بيحصل في بذور وسقايه نباتات ذوات الفلقتين وذوات الفلقه الواحده. يبقى هنا انت خدت معلومه مهمه، عرفت يعني ايه نمو ابتدائي وعرفت يعني ايه نمو ثانوي، وتيجي بقى على الكلمتين الاخرانيين اللي انا قلتهم دول وتحط تحتهم كم خط علشان ما حدش يقدر يلعب بيك او يلخبطك. تكتب النمو الثانوي هو عباره عن نمو العضو النباتي في السمك ويحدث المناطق التي توقفت عن الاصطاده، وفي هذه الحاله بيطلق على العضو النباتي ان هو مسن، اي حدث فيه نمو ثانوي. الحته الثانيه اللي حطها تحتها كم خط، ان النمو الثانوي يحدث فقط في الجذور والسيقان للنباتات ذوات الفلقتين، نباتات عاديات البذور، اما ذوات الفلقه الواحده فلا يحدث فيها نمو ثانوي عاده الا في حالات نادره كما في الدراسينا والزنبق واليوكا، ودي بيبقى النمو الثانوي فيها بشكل شاذ عن اللي بيحصل في ذوات الفلقتين وعاديات البذور. باقي اقول لك بقى النمو الثانوي ده بيحصل ازاي. انا قدامي هنا رسم ثلاثي الابعاد للقطاع عرضي في ساق ذات فلقتين حديث، وده ساق ذات فلقتين مسن، عشان اعرفك النمو الثانوي بيحصل ازاي. واما تفهم بيحصل ازاي هتقوم تفهم تركيب نسيج البريدرم بمنتهى السهوله، وتعرف ليه اتكون ووظيفته ايه. هنا لو بصينا للساق اللي امامي هنا اللي هي ساق حديث يعني ما حصلش فيها نمو ثانوي وتركيبها ابتدائي، هلاحظ ان هي مكونه من بشره اللي هي الطبقه الخارجيه اللي بره هنا دي، بيليها عده طبقات من خلايا بارنكيميه. طبعا هي مش باينه هنا في الرسم ثلاثي الابعاد، لكن لو نظرنا على الصوره اللي انا جايبها لك دي صوره لقطاع عرضي في ساق نبات ذات فلقتين بتوضح تركيبه، وجايبها لك علشان اوضح لك عليها تفهم. الطبقه الخارجيه السطحيه دي طبقه البشره، بيليها اهو زي ما انت شايف عده طبقات بتبقى من خلايا بارنكيميه بنسميها القشره. بعد كده بلاقي عند الاسطوانه الوعائيه، طبعا انا جايب جزء من القطاع هنا عشان اوضح لك تركيبه، لكن على الرسم ثلاثي الابعاد اي الاسطوانه الوعائيه اللي هي ايه؟ الحزم الوعائيه اللي بتبقى مترتبه على شكل دايره كده بنسميها الاسطوانه الوعائيه. الحزم الوعائيه دي تركيبها ايه؟ بتتركب من كتله من اللحاء بتبقى موجوده جهه الخارج، وذراع خشب اللي انا بشاور عليه بالمؤشر دي للداخل، اللي بالك فيه خط لونه فاتح اهو موجود ما بين الاثنين. يبقى الحزمه الوعيه مكونه من كتله لحاء وذراع خشب في سيقان ذوات الفلقتين، بس بينهم حاجه مهمه جدا اللي هي بيشاور عليها هنا براس السهم الاحمر، بيبقى في عندي صفين من خلايا صغيره مستطيله الشكل ميريستيميه بنسميها الكامبيوم الحزمي. يعني اللي بيميز سيقان ذوات الفلقتين هنا ان بيبقى موجود بين اللحاء والخشب كامبيوم حزمي. كامبيوم الحزمي ده عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا ميريستيميه اتبقت من نسيج البروكامبيوم. انت عمال تدخلنا من حاجه لحاجه، كل اللي انا بقوله لك والله ده هيخليك تفهم يعني ايه تشريح نبات. الحزم الوعية دي مش أنسجة بالغة، خلايا بالغة، نشأت من إيه الخلايا البالغة دي؟ نشأت من خلايا ميريستيمية موجودة في الميريستيم القمي للساق، هذه الخلايا اسمها البروكامبيوم، وأنا شرحت وأنا بتكلم عن الميريستيمات، قلت بنقسم الميريستيمات تبعًا للوظيفة إلى بروتوديرم بشرة أولية، بروكامبيوم، والميريستيم الأساسي، فالبروكامبيوم قلت عليه ان ده عبارة عن جزء من الميريستيم القمي مختص بتكوين الانسجة الوعية اللي هي اللحاء والخشب الابتدائي في الاجزاء البالغة من الساق. يبقى اللي بينشئ اللحاء والخشب هو نسيج البروكامبيوم، وفي ذوات الفلقتين وعريات البذور بيفضل جزء من البروكامبيوم محتفظ بقدرته على الانقسام فيما بين اللحاء والخشب، وبنسميه الكامبيوم الحزمي. يبقى اذا الكامبيوم الحزمي ده هو عبارة عن بقايا من البروكامبيوم اللي تنشأ منه هذه الحزم، يفضل موجود بين اللحاء والخشب وبنسميه كامبيوم حزمي. طيب اللي موجود داخل الاسطوانة الوعية ده عبارة عن خلايا بارنكيمية بنسميها النخاع. تقريبا انا شرحت لك التركيب الابتدائي بتاع الساق، بس مش ده هدفي هنا، هدفي ان انت تبقى عارف كل حاجة بنتكلم فيها وفاهمها كويس واضحة بالنسبة لك، علشان بنبني عليها المعلومة اللي عايزين نوصلها لك. يبقى تاني التركيب الابتدائي للساق، يعني تركيب الساق الحديث اللي ما حصلش فيها نمو ثانوي، بشرة اللي هي الطبقة الخارجية، طبقات من خلايا بارنكيمية بتكون القشرة، بعد كده عند الاسطوانة الوعية اللي بتتكون من حزم وعية بتبقى مترتبة على شكل دائرة بنسميها الاسطوانة الوعية في حالة ذوات الفلقتين. الحزمة الوعية في ذوات الفلقتين بقى بتركب من ايه؟ وكذلك معرات البذور، بتتكون من لحاء للخارج وخشب للداخل، ويبقى بينهم صف او صفين من خلايا ميريستيمية هي بقايا البروكامبيوم اللي نشأت منه الحزم، وبنطلق عليها اسم ايه؟ الكامبيوم الحزمي، لانها بتبقى موجوده داخل الحزمه. علشان يحصل نمو ثانوي في الساق
يعني الساق وصلت لاقصى استطاله لها، وهتبدا بقى تخش في مرحله النمو الثانوي. ايه اللي هيحصل؟ لازم تتكون حلقه كامله من الكامبيوم. هتتكون ازاي؟ الكامبيوم اللي موجود عندي موجود داخل الحزم بس، اسمه كامبيوم حزمي. تتكون بقى حلقه كامله ازاي؟ يعني المسافات اللي ما بين الحزم وبعضها دي لازم يتكون فيها اجزاء من الكامبيوم تصل اللي موجود داخل الحزم ببعضه عشان تقوم تتكون لحلقه كامله. هيحصل الكلام ده عن طريق ان الخلايا اللي موجوده بين الحزم وعلى امتداد الكامبيوم اللي موجود داخل الحزم تستعيد القدره على الانقسام، لانها خليه بالغه، تستعيد القدره على الانقسام مره اخرى وتتحول لخلايا ذات طبيعه ميرستيميه، تمام؟ يعني تتحول لميرستيم ثانوي عشان تربط الكامبيوم اللي موجود داخل الحزم ببعضه، تقوم تكون لي حلقه كامله من الكامبيوم، اجزاء منها موجوده داخل الحزم ودي نشات من البروكامبيوم زي ما قلت لكم، واجزاء موجوده بين الحزم وبعضها نشات من ايه؟ نشات من خلايا بالغه حيه استعادت القدره على الانقسام مره اخرى، يعني ميرستيم ثانوي. فلما تتكون الحلقه الكامله دي بنطلق عليها الكامبيوم الوعائي. فالكامبيوم الوعائي هنا حلقه الكامبيوم الوعائي اللي اتكونت دي خليط بين نوعين من الميرستيمات. ميرستيم موجود داخل الحزم، تمام، بنسميه الكامبيوم الحزمي، وده ميرستيم ابتدائي. ليه؟ لانه نشأ من استمرار انقسام ميرستيم سابق له اللي هو البروكامبيوم. فعشان ميرستيم ونشأ من ميرستيم سابق له اللي هو البروكامبيوم بنقول عليه ميرستيم ابتدائي، والميرستيم ده موجود داخل الحزم بنسميه كامبيوم حزمي. اما اجزاء الكامبيوم اللي موجوده ما بين الحزم وبعضها اللي انا بشاور عليها بسن المؤشر دي، فدي نشأت من خلايا بالغه حيه استعادت القدره على الانقسام مره اخرى وتحولت لخلايا ذات طبيعه ميرستيم. يبقى هي عباره عن ميرستيم ثانوي، وعشان موجوده ما بين الحزم وبعضها بنسميها كامبيوم بين حزمي. يبقى البين الحزمي موجود بين الحزم، الحزمي موجود داخل الحزم بين اللحاء والخشب. نشوف على الصوره هنا نلاقي السهم الاحمر ده بيشاور لي على موضع الكامبيوم الحزمي اللي هو موجود داخل الحزمه ما بين اللحاء والخشب. السهم الازرق بيشاور لي على الكامبيوم بين الحزمي اللي هو موجود بين الحزم وبعضها. ولما تتكون حلقه كامله من الكامبيوم اللي هو الحزم وبين حزم بنطلق عليها اسم الكامبيوم الوعائي. وهذا الكامبيوم لما بينشط بينقسم بجدار موازي للسطح. ركز معايا بقى في الكلام ده لان هو ده المهم اللي هنبني عليه كلامنا في البردان. لما بينشط الكامبيوم اللي موجود اللي هو الكامبيوم الوعائي بينقسم بجدار موازي لسطح العضو النباتي، يعني بيبقى جدار موازي للسطح. كل خلايا الحلقه بتاعت الكامبيوم دي بتنقسم بجدار موازي للبشره، فتعطي خلايا للخارج اي جهه اللحاء، تبقى الخارج كده جهه اللحاء دي بتتحول للحاء بنطلق عليه لحاء ثانوي لانه لحاء اضافي تم اضافه اللحاء الابتدائي، وبتعطي خلايا للداخل جهه الخشب بتكون خشب بنسميه الخشب الثانوي. اضافه انسجه جديده جانبيا داخل العضو النباتي هيسبب زياده في السمنه. طب نشوف الكلام ده معلش هنا على الصوره اللي بتوضح قدامي عشان الصوره توضح اكتر. خلايا كامبيوم الوعائي موجوده ما بين اللحاء الثانوي والخشب الثانوي اللي هو الكامبيوم الحزمي، وعلى امتدادها خلايا الكامبيوم البين حزمي. لما بتنقسم بتنقسم بجدر موازيه لسطح البشره، فتعطي خلايا للخارج اللي قلنا هتتحول للحاء ثانوي، وخلايا الداخل اللي هي هتتحول لخشب ثانوي. الخشب ميزته ان هو بيكون من خلايا ميته اللي هي الاوعيه الخشبيه والقصيبات، بتكون جذورها سميكه جدا وملجنه يعني صلبه. فلما يجي يضاف الخشب الثانوي للخشب الابتدائي بيحصل ضغط، ضغط من الخشب الثانوي على الخشب الابتدائي، فالخشب الابتدائي ما بيستجيبش للضغط ده لان خلاياه صلبه، جذورها سميكه جدا ملجنه، فيرتد ضغط الخشب الثانوي للخارج، يقع على الانسجه الخارجيه، تمام؟ ونتيجه لهذا الارتداد يحدث تمزق للبشره والخلايا السطحيه، لان ما بتتحملش الضغط الواقع عليها. فتخيل حبيبي هنا كل الحزم الوعائيه دي داخلها كامبيوم بينقسم في نفس الوقت وبيضيف لحاء ثانوي للخارج وخشب ثانوي للداخل. حتى الكامبيوم البين حزمي لما بينقسم ايضا بينقسم في نفس الوقت مع الكامبيوم الحزمي ويدي لحاء ثانوي للخارج وخشب ثانوي للداخل، او يدي خلايا برانشيميه للخارج والداخل. ففي هنا عندي انسجه اضافيه بتضاف جانبيا للانسجه اللي بتكون العضو النباتي، فبتسبب زيادته في السمك، وعشان هي انسجه اضافيه بنسميها انسجه ثانويه. وقلت ان بفعل الضغط اللي بيحصل نتيجه اضافه الانسجه الجديده دي بينشأ ضغط على الأنسجة الخارجية فيسبب تمزق في خلايا البشرة وخلايا القشرة السطحية، لأنها خلايا حية ذات قدرة رقيقة ما بتتحملش الضغط الواقع عليها. طيب لما تتمزق البشرة هنا والقشرة أو الطبقات السطحية من القشرة، الأنسجة الداخلية هتبقى معرضة لعوامل الجو المحيطة
معرضة للهواء البارد، الهواء الساخن، لفقد الماء بالتبخير، مهاجمة ميكروبات وحشرات. ايه اللي هيحمي بقى الأنسجة الداخلية؟ سبحان الله، ما خلق شيئا عبثا أبدا. الخلايا الحية السليمة اللي موجودة أسفل التمزق مباشرة بتستعيد القدرة على الانقسام وتتحول لمرستين ثانوي بنسميه الكامبيوم الفليني، لأنها تنقسم بجدار موازي للسطح، يعني موازي للسطح الخارجي، وتعطي صفوف من الخلايا للخارج بتكون لي فلين، وصفوف تانية من الخلايا للداخل بتكون لي ما يعرف بالقشرة الثانوية. هي عبارة عن خلايا برانكيمية، لكن بنسميها قشرة ثانوية ليه؟ لأنها نشأت من مرستيم ثانوي، عشان نميزها عن القشرة الابتدائية الأساسية اللي نشأت من مرستيم ابتدائي. الخلايا الفلين اللي كونت للخارج زائد الكامبيوم الفليني زائد القشرة الثانوية دول هم اللي بنسميهم البريديرم. فعشان كده قلنا البريديرم نسيج وقائي، لأن هيحمي بقى الأنسجة الداخلية. ثانوي المنشأ، لأن بينشأ من مرستيم ثانوي اللي هي الخلايا الحية السليمة اللي موجودة أسفل التمزق، لما استعادت القدرة على الانقسام وتحولت لمرستيم ثانوي بنسميه كامبيوم الفليني. ليه؟ لأن هينقسم بجدار موازي للسطح ويعطيني خلايا فلين للخارج وقشرة ثانوية للداخل. الثلاث حاجات دول مع بعض، كامبيوم فليني والقشرة الثانوية والفلين، بنسميهم نسيج البريدرم. نسيج البريدرم اللي اتكون عندي ده حل محل مين؟ حل محل البشرة اللي كانت موجودة اللي اتمزقت بفعل النمو الثانوي. وعشان كده بنقول نسيج وقائي ثانوي المنشأ بيمثل النسيج الضام للأنسجة الداخلية في الأعضاء المثنى ويحل محل البشرة والأنسجة السطحية. عرفنا كده يعني إيه يحل محل البشرة والأنسجة السطحية؟ بيحل محلها في إيه؟ في ضم الأنسجة الداخلية بداخله ودعمها وحمايتها. أما قبل حدوث النمو الثانوي فالنسيج الضامي هنا يعتبر إيه؟ هو البشرة، يعني قبل ما الصاق أو الجذر يحصل فيه نمو ثانوي النسيج الضام بتاعها إيه؟ هو البشرة، هي اللي ضامة الأنسجة الابتدائية بداخلها وبتوفر لها الدعم والحماية اللازمة. لما حصل النمو الثانوي تمزقت البشرة والطبقات الخارجية من القشرة وحل محلهم نسيج البريديرم علشان يحمي الأنسجة الداخلية للصاق بعد حدوث النمو الثانوي. حتى لو بصيت هنا على الرسم ثلاثي الأبعاد اللي بيوضح لي قطاع عرضي في ساق مسن، هتلاحظ هنا إيه؟ الحزم الوعائية بقت كبيرة، مش زي ما كانت في ساق اللي هي الابتدائي قبل حدوث النمو الثانوي. وخلي بالك القطاع هنا مصغر جدا، يعني اصغر بكتير من برغم ان هو رسم ثلاثي الابعاد، لكن مصغر جدا علشان يقدر يوضحه لك. الكامبيوم الوعائي فين؟ مش هقول لك عليه بالسهم هنا؟ بس الكامبيوم الوعائي ده انقسم عده مرات، لان كل سنه بينشط مع فصل الربيع وينقسم، يقوم يدي لحاء ثانوي وخشب ثانوي، وبعدين يدخل في سكون خلال فصل الخريف والشتاء. السنه اللي بعدها ينقسم تاني ويدي لحاء ثانوي جديد وخشب ثانوي جديد، وعلى طول الحزمه بتستمر في الزياده في السمك بتاعها، وبتسبب بالتالي زياده في سمك الساق. كل حزمه بتزيد في السمكة زي ما انا شايف، ومجموع الزيادات اللي بتحصل في كل الحزم دي هي اللي بتسبب زياده في سمك الساق. تمام كده؟ ونلاحظ ان الطبقات الخارجيه ما عادش بقى في بشره مميزه وقشره. ليه؟ لان تمزقوا محلهم نسيج البريديرم اللي هو بشاور عليه بالمؤشر ده، نتيجه تمزق تكون نسيج البريديرم. كده بقى فهمنا يعني ايه البريديرم، بيحل محل البشره والطبقات السطحيه من القشره في السيقان المسنه. باقي بقى التعريف اللي احنا بنقول كما يتكون حول الاصابات المرضيه لحد من انتشار الميكروبات. تمام؟ يعني لو حصلت اصابه في عضو نباتي، بس ده طبعا مش بيحصل في كل النباتات، لا ده بيحصل في نباتات معينه اللي تركيبها الوراثي بيأهلها لكده، لان ده يعتبر نوع من المناعه. في بعض النباتات اللي هي مقاومه للاصابه بميكروبات معينه او افات معينه، لما تحصل اصابه في موضع معين في العضو النباتي بيقوم يتكون حوالين منطقه الاصابه نسيج بريدرم، يعني الخلايا الحيه اللي حوالين منطقه الاصابه بتستعاد القدره على الانقسام مره اخرى وتنشط وتنقسم وتديني خلايا فلين وخلايا قشره ثانويه علشان تحاصر الميكروب في منطقه الاصابه، ما تخليهوش يوصل للمناطق الاخرى، وده يعتبر نوع من المناعه في النبات. قلنا بيكون ايضا اسفل مواضع تساقط الاوراق وغيرها من اعضاء النبات زي السبلات والبتلات بتاعه الازهار، وزي الازهار نفسها والثمار، ما بيحصل تساقط في الازهار وبيحصل تساقط في الثمار زي ما بيحصل في الاوراق. فكل عضو من الاعضاء اللي بيحصل فيه تساقط ده بيبقى فيه منطقه محدده وراثيا، يعني التركيب الوراثي للنبات محدد منطقه معينه يحصل فيها تساقط للورقه او الثمره او اجزاء الزهره. المناطق دي بتختلف باختلاف العضو النباتي، يعني اذا كان ورقه ولا زهره ولا ثمره كمان بتختلف لنفس العضو من نبات لاخر. جايب لك هنا الرسم ثلاثي الابعاد بيوضح
منطقة التساقط في أوراق أحد النباتات. إحنا قلنا المنطقة دي محددة وراثيا، بتختلف من عضو لعضو، وبالنسبة للعضو الواحد بتختلف من نوع نبات لنوع نبات. فهنا مثلا بالنسبة للأوراق غالبا بتبقى منطقة التساقط موجودة عند قاعدة الورقة، يعني في منطقة اتصالها من الساق، مش هقول لك عليها بالسهم أهو. وبعدين هنا عامل قطاع عشان يوضح لك منطقة التساقط. ويحدث التساقط لأسباب كثيرة، منها إن ممكن التساقط يحدث طبيعي نتيجة كبر الورقة في السن وتدخل في مرحلة شيخوخة، لأن كل ورقة لها عمر محدد بتأدي وظيفتها خلاله، يعقب ذلك دخول الورقة في مرحلة الشيخوخة ويعقبها حدوث التساقط. أو يحدث التساقط بسبب عوامل غير طبيعية كإصابة حشرية، إصابة ميكروبية، تغير في درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة مثلا، أو سوء تغذية يؤدي إلى تدهور أنسجة الورقة ودخولها في شيخوخة مبكرة. أيا كان السبب اللي بيسبب التساقط، فإنه عادة بتحدث شيخوخة سواء مبكرة بفعل العوامل غير طبيعية أو بحكم تقدم الورقة في السن. ودخول الورقة في مرحلة الشيخوخة لأي سبب من الأسباب زي ما قلت بيصاحبه تغيرات كثيرة جدا، زي تحلل الكلوروفيل واختفائه فيصفر لون الورقة، وتحلل المركبات النيتروجينية وهجرتها من الورقة، وزيادة مستوى الهرمونات المثبطة للنمو زي الأبسيسيك وهرمون الشيخوخة زي الإيسيلين، في حين ينخفض مستوى الهرمونات المنشطة للنمو اللي بتحافظ على حيوية الخلية زي الأوكسينات والسيتوكينات والجيبرلينات. تدهورات بتحصل في الورقة، هذه التدهورات بتؤدي إلى تنبيه الخلايا اللي موجودة في منطقة التساقط فتنشط وتنقسم وتضاعف عدد طبقاتها، يعني تبقى مكونة من عدة صفوف من الخلايا، ثم تتكون طبقة الانفصال. فرق ما بين ان انا بقول منطقة الانفصال دي منطقة مكونة من عدة صفوف من الخلايا، وطبقة الانفصال دي طبقة بتبقى مكونة من صفين من الخلايا بيحصل بينهم الانفصال بتاع الورقة، صفين، ده صف وده صف، تمام؟ بيحصل ذوبان للصفيحة الوسطى اللي بتلحم جذور الخلايا المتجاورة مع بعضها، يقوم الصفين ينفصلوا عن بعض فتنفصل الورقة. بس قبل ما يحصل الانفصال، الخلايا اللي موجودة أسفلها، أسفل طبقة الانفصال يعني، دي بتنشط وتنقسم عشان تكون نسيج بريديرم يغطي سطح الانفصال اللي موجود عندي هنا ده. فبعد كده بقى يبدأ هرمونات الشيخوخة والمثبطة للنمو زي الأبسيسيك تنشط الإنزيمات التحليلية زي إنزيمات البكتينيز وإنزيمات السليلوز. البكتينيز بيشتغل على المواد البكتينية اللي بتكون الصفيحة الوسطى اللي قلنا إن هي بتعمل كمادة لاحمة لجذور الخلايا، بيدوبها، والسليلوز يدوب جزء من الجذور الابتدائية، فكده يخلي الخلايا في طبقة الانفصال تنفصل عن بعضها ويحدث الانفصال بهذا الشكل، لكن تظل الورقة معلقة بالساق بواسطة الأنسجة الوعائية. الأنسجة الوعائية في المنطقة دي بتبقى عبارة عن خيوط رفيعة كده بتبقى ماسكة الورقة بالساق الحاملة لها، لكن سرعان ما تنفصل بفعل حركة الرياح وتسقط عن النبات. لكن لما هتسقط هنا بقى في الحالة دي هيبقى سطح الانفصال، يعني مكان انفصالها عن الساق، متغطي بنسيج البريدرم. اشوف سبحان الله، قبل ما الورقه تقع تحصل فيها تغيرات معينه تبقى منبه للخلايا اللي موجوده في منطقه الانفصال، تنشط وتنقسم وتبقى عده طبقات، عشان طبقتين من هذه الطبقات بيوجدوا في القمه بتاعتها في قمه منطقه الانفصال، يعني في الجزء ده هيكون بينهم طبقه الانفصال اللي هتفصل الورقه عن الساق، لكن باقي الطبقات كون لي نسيج بريدرم عشان يغطي الجزء اللي هتنفصل فيه الورقه عن الساق ويحميه من التبخير ومن دخول الميكروبات والحشرات، وبيحدث الكلام ده قبل انفصال الورقة تماما، فبيكون البريديرم. بعد كده تبدأ الانزيمات التحليلية تدوب الصفيحة الوسطى والجدار الابتدائي بين الصفين بتوع الخلايا في طبقة الانفصال، وتفضل الورقة متعلقة بواسطة سيجة الخشب لحد ما الرياح تضغط عليها تفصلها عن الصف. الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا، وذراته تهتف تمجيدا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. لو رجعنا تاني للتعريف بتاعنا اللي احنا قلناه النسيج البريدرم، هنبقى فهمنا عن ايه بريدرم. انا عايز اوضح اللي انا بشرحه توضيح تام بحيث اللي يسمع المحاضره يستوعب الكلام اللي احنا قلناه ويفهم كل حاجه عن النسيج اللي بنتكلم عنه.
لو رجعنا بقى للتعريف اللي احنا قلناه النسيج البريديرم، بنقول نسيج البريديرم هو نسيج وقائي. فعلا نسيج وقائي، لانه نسيج سطحي بيحمل انسجه داخليه من فقد الماء بالتبخير ومهاجمه الميكروبات والحشرات. بيمثل النسيج الضام لاعضاء النبات المسنه. فعلا كده فهمنا نسيج ضام يعني نسيج سطحي بيضم باقي الانسجه الداخليه للعضو النباتي بداخله وبيدعمها وبيحميها، وبيحل محل البشره والانسجه السطحيه التي تمزقت في الجذور والسيقان التي نمت في السمك، ليحميها من ايه؟ فقد الماء وعوامل البيئه المحيطه، كما يتكون حول الاصابات المرضيه ليحد من انتشار الميكروبات. فهمناها. وكذلك يتكون اسفل مواضع تساقط الاوراق وغيرها من اعضاء النبات. بعد الكلام اللي احنا شرحناه ده فهمنا ايه هو نسيج البريديرم وايه وظيفته وكيف ينشا. نيجي لتركيب بقى نسيج البريديرم وازاي بيتكون. نسيج البريديرم بيكون من ثلاث انسجه مختلفه، هي الكامبيوم الفليني اللي انا بشاور عليه بالمؤشر ده الكامبيوم الفليني، انا جايب لك رسمتين قبل بعض. كامبيوم الفليني وده عباره عن ميريستيم ثانوي نشا من خلايا بالغه حيه استعادت كل الانقسام، والفلين اللي هي الخلايا للخارج، والقشره الثانويه ودي عباره عن خلايا بارنكيميه بتتكون للداخل. كيف ينشأ نسيج البريديرم بقى؟ قلنا عند حدوث نمو ثانوي يؤدي إلى تمزق البشرة والطبقات السطحية، أو حدوث إصابة مرضية في منطقة معينة، أو حدوث تمزق أو جرح في النبات لأي سبب من الأسباب، تقوم تنشط الخلايا البالغة الحية السليمة اللي موجودة أسفل التمزق أو الجرح، وتستعيد القدرة على الانقسام مرة أخرى. تستعيدها ازاي؟ الخلايا دي مدام بالغة بتبقى كبيرة الحجم وفيها فجوة عصارية كبيرة والسيتوبلازم كتير، بس عشان خلايا حجمها كبير قوي بيبان على هيئة طبقة رقيقة، والنواة حجمها ثابت زي ما قلت قبل كده لما كنت بعمل مقارنة بين الخلايا المستمية والبالغة، حجمها ثابت بس عشان جدار الخلية حواليها كبير قوي، خلية متسعة، بتبان ان هي صغيرة بالنسبة لكبر حجم الخلية. فعشان تستعيد القدره على الانقسام وتحول لخلايا ذات طبيعه مستميه بتنقسم بعده جدر متتاليه كده، فجسم الخليه يتقسم على عده خلايا، وبالتالي مع الانقسام بتاعها ده الفجوه العصاريه هتتوزع على عده خلايا في حجمها يصغر، السيتوبلازم يبقى موزع على مساحه صغيره اللي هي الخلايا الصغيره اللي نتجت من انقسام الخليه الكبيره. النواه حجمها ثابت باستمرار، فكل ما الخليه بتنقسم انقسام النواة بتنقسم معها انقسام مماثل وحجمها ثابت، فالخلية بتقعد تصغر وحجم النواة ثابت، فتبان الخلية في النهاية ان هي كبيرة بالنسبة لصغر حجم الخلية. كده نلاقي الخلية نتيجة الانقسامات المتتالية اللي حصلت فيها اصبحت حجمها صغير، الفجوة العصرية الكبيرة اللي فيها اصبحت صغيرة جدا، السيتوبلازم بقى بيبان كثيف، النواة بقى يظهر حجمها كبير بالنسبة لصغر حجم الخلية، فخدت صفات الخلايا الميريستيمية. عشان كده بنقول استعادت بعض الخلايا الحية البالغة قدرتها على الانقسام متحولة إلى خلايا ذات طبيعة ميريستيمية، يعني تتحول لخلايا تاخد صفات الخلايا الميريستيمية، وبالتالي هيبقى لها القدرة على الانقسام. بس في الحالة دي طالما الخلايا الميريستيمية اللي موجودة عندي دي نشأت من ارتداد خلايا بالغة حية للحالة الميريستيمية بنقول عليها ميريستيم ثانوي. يبقى تاني عشان ما تشتتش معايا، انت فهمت ازاي الخلايا البالغه الحيه هتستعيد القدره على الانقسام، تمام؟ لما يحصل جرح او تمزق او اصابه مرضيه، الخلايا الحيه السليمه اللي موجوده اسفل منطقه الاصابه او التمزق بتستعيد القدره على الانقسام، بترتد للحاله الميريستيميه وتكون لي خلايا ميريستيميه بتعرف بالميريستيم الثانوي. نشوف بقى الميريستيم الثانوي ده هيعمل ايه علشان نديله التسميه الصحيحه بتاعه. انا عرفت ان هو ثانوي من حيث منشأه، انما اسمه هيبقى ايه بناء على الوظيفه اللي هيأديه، تمام؟ فبلاقي خلايا الميريستيم الثانوي اللي اتكونت دي اسفل الجرح او التمزق بتنقسم بجدار موازي لسطح العضو، يعني سطح البشره، فتعطي خلايا للخارج وتعطي خلايا للداخل. الخلايا اللي بتعطيها للخارج بتنمو وتتشكل وتاخد حجم كبير، وبعد بلغه بتفقد البروتوبلازم بتاعها وتصبح ذات جدر سميكه. تاني الخلايا اللي بتكونها للخارج زي ما انا شايف كده، ده صف اهو لسه متكون، ده صف اتكون قبل منه، ده صف اتكون في البدايه، تلاقي الخلايا حجمها متدرج، فالخلايا اللي بتنتج هنا من انقسام الميريستيم الثانوي ده بتنمو وتكبر في الحجم، واثناء نموها بتكون جدار ثانوي سميك جدا من ماده السوبرين، ويقفل المسافات البينيه اللي بين الخلايا، ثم تموت الخلايا، يعني البروتوبلازم بتاعها يتحلل، وبنطلق عليها خلايا في الليل. فالميريستيم الثانوي لما انقسم بجدر موازيه عطى للخارج خلايا في اللين، فسموه كامبيوم في اللين.
يبقى عرفنا التسمية جت منين، ان هو بانقسامه يعطي خلايا في اللين الخارجي. الكامبيوم اللي كان موجود بين الحزم والكامبيوم الحزمي اللي موجود داخل الحزم بنطلق عليهم اسم الكامبيوم الواعي اليه، لان لما بينقسم بينقسم بجدار موازي للسطح زي ده ويعطي خلايا للخارج والداخل. الخلايا للخارج بتتحول للحاء ثانوي، وللداخل بتتكون خشب ثانوي، ودي انسجه وعائيه عشان كده سموه كامبيوم وعائي. اما هنا المريستيم الثانوي اللي اتكون بينقسم بجدر موازي للسطح يعطي خلايا للخارج والداخل. الخلايا اللي للخارج بتكون خلايا في اللين، اللي للداخل بتتحول لخلايا برانكيمية، بس بنطلق عليها اسم القشرة الثانوية. ليه قشرة ثانوية؟ ليه قشرة ثانوية؟ ما انا عارف ان فيه في الساق قشرة، اشمعنى دي بنقول عليها قشرة ثانوية؟ عشان في نسيج البريدرمي، لا، علشانها نشأت من ميرستيم ثانوي. اما القشرة الأساسية اللي كانت موجودة في الساق أو الجذر فدي نشأت من ميرستيم ابتدائي. يبقى قلنا كم من المعلومات ما شاء الله، كم كبير جدا. أكيد اللي هيسمع المحاضرة وركز فيها هيفهم حاجات كتيرة جدا، لان انا علشان اشرح لك نسيج البريدرم وخليك تفهمه كويس جدا شرحت لك النمو الابتدائي والنمو الثانوي كتعريفات، وبعدين اديتك امثله، وكمان شرحت لك كيفيه حدوث النمو الثانوي في الساق، وشرحت لك كمان عمليه التساقط. دي موضوعات بنشرحها في تشريح النبات، لكن علشان اشرح لك النسيج ده اضطريت ان انا اشرحها لك بس باسلوب مختصر وبسيط علشان تقدر تفهم نسيج البريدرم. نكررها ونثبتها اكتر. لما تحصل اصابه او جرح او تمزق في الانسجه السطحيه للعضو النباتي سواء جذر او ساق بيقوم يحصل ايه؟ الخلايا الحيه البالغه اللي موجوده اسفل التمزق اللي هي ما زالت سليمه تستعاد القدره على انقسام وتحول لميرستيم ثانوي. هذا الميرستيم الثانوي بينقسم بجدار موازي لسطح العضو النباتي، ما دام موازي يبقى هيعطي خلايا للخارج يعني جهه السطح وخلايا للداخل. الخلايا للخارج بتم وتتشكل وتتحول الى خلايا في اللين، عشان كده بنسمي الميرستيم الثانوي هنا ايه؟ كامبيوم في اللين. اما الخلايا للداخل فتم وتتشكل وتتحول الى خلايا برانكيميه بنسميها بالقشرة الثانوية. ليه ثانوية؟ لأنها نشأت من ميرستيم ثانوي. تمام؟ طيب كده احنا قلنا بقى نسيج البريدرم وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيحل محل البشرة في الجذور والسقايا المستمرة في النمو في السمك عشان يحميها من فقد الماء بالتبخير ومن مهاجمة الميكروبات والحشرات وعوامل البيئة المحيطة، وبيكون حول الإصابات المرضية عشان يحد من انتشار الميكروبات، وبيتكون أسهل مواضع تساقط الأوراق وغيرها من أعضاء النبات علشان يحمي أسطح الانفصال من عوامل البيئة المحيطة ومن فقد الماء بالتبخير. دي الوظيفة بتاعته. الحماية هنا بتتم بواسطة إيه؟ بتتم بواسطة خلايا الفلين، بواسطة خلايا الفلين. ليه؟ لأن زي ما قلت خلايا بتبقى ميتة فقط البروتوبلازم بتاعها، مفيش بينها مسافات بينية واسعة، الجدر بتاعتها مغلظة بمادة السوبرين ودي مادة دهنية غير منفذة للماء والغازات، وبالتالي تكوينها بالشكل ده هيعيق نفاذ الماء من الأنسجة الداخلية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، لأن الحرارة عالية هتبخر المية هتيجي تخرج من الأنسجة في عائق بيمنعها اللي هو خلايا الفلين المغلظة بمادة السوبرين. عايزين نعرف بقى التركيب بتاعه بيكون من ايه؟ بيكون من خلايا فلين زائد الكامبيوم الفليني زائد القشرة الثانوية. يبقى نسيج البريدرم مكون من ثلاث أنواع من الخلايا، خلايا ميرستيمية اللي هي كامبيوم الفليني وده ميرستيم ثانوي، وخلايا بالغة ميتة اللي هي الفلين، وخلايا بالغة حية اللي هي الخلايا البرانكيمية اللي بيكون القشرة الثانوية. ايه الجديد اللي مر عليا من الخلايا اثناء شرح النسيج البريدرم علشان احطه في الجدول؟ مش احنا عاملين جدول بنجمع فيه انواع الخلايا اللي بتقابلنا واحنا بنشرح الانسجه عشان يبقى شرحناها كانسجه وشرحناها كخلايا. تمام؟ تبقى لميت معايا بالانسجه اللي بتبني جسم النبات وبجميع انواع الخلايا اللي بتبني جسم النبات عرفت 80% من التركيب الداخلي النبات او من تشريح النبات. ايه الخلايا الجديده اللي مرت عليها هنا؟ هل اقدر اقول الكامبيوم الفليني؟ لا، ما الكامبيوم الفليني ده انا عرفت ان هو خلايا ميرستيميه بس نشأة من خلايا بالغة حية استعادة القدرة على الانقسام، والخلايا الميرستيمية احنا حطيناها في الجدول رقم واحد وعرفناها وقلنا ان هي حديثة وحية وقلنا اماكن وجودها موجودة فين، ومن ضمنهم ان احنا بنقول ان هي بتبقى موجودة في نسيج البريدرم. تمام؟ يعني ده مش نوع جديد، ده لا، ده نوع اللي كتبته خلاص. الخلايا البرانكيمية اللي بتكون القشرة الثانوية، لا دي مش جديدة برضه لانها خلايا برانكيمية، وانا شرحت النسيج البرانكيمي وقلت ان بيكون من نوع من الخلايا اسمها الخلايا البرانكيمية وقلت مكان وجودها فين ومن ضمنهم نسيج البريدرم، يبقى دي مش نوع جديد. الجديد اللي ما مرش عليا قبل كده وانا بشرح الانسجة هو خلايا الفلين. يبقى هاجي على الجدول على طول اللي انا عامله عندي وبجمع فيه انواع الخلايا، هيبقى ده رقم 6، ده النوع رقم 6 من الخلايا. هكتب رقم 6
عندي خلايا الفلين، اوعى حد يغلط ويكتب لي خلايا البريديرم. البريديرم نسيج، لأكد اهو، البريديرم نسيج وليس نوع من الخلايا، وهذا النسيج بتاع البريديرم نسيج مركب، لانه بيتكون من ثلاث انواع من الخلايا: خلايا مرسمية اللي هي كامبيوم الفليني، وخلايا بالغة حية اللي هي الخلايا البارنكيمية اللي بيكون القشرة الثانوية، وخلايا الفلين اللي هي خلايا بالغة ميتة. واعتبرناهم نسيج لانهم كلهم متجمعين مع بعض في مكان واحد ونشأوا من نفس النسيج الانشائي اللي هو الكامبيوم الفليني. يبقى ده نسيج واحد بس نسيج مركب، لان فيه اكتر من نوع خلايا. لكن لما اجي اطلع النوع الجديد اللي ممرش عليه هو خلايا الفلين، فيبقى رقم 6 عندي في الجدول خلايا الفلين، وهكتب بقى بالغه ولا حديثه. لا، بالغه حيه ام ميته؟ ميته. بتوجد في نسيج البريديرم الذي يحل محل البشره والانسجه السطحيه في الجذور والسقايه المستمره في النمو في السمك، ويتكون حول الاصابات المرضيه كما يتكون اسفل مواضع تساقط الاوراق والاغذيه والثمار. معرفه نفسها. العمود اللي بعده بنقول في الوظيفه، الوظيفه بتاعتها ايه؟ ان هي بتحمي الانسجه الداخليه من فقد الماء بالتبخير ومن مهاجمه الميكروبات والحشرات وعوامل البيئه الغير ملائمه. تمام كده؟ الرسم بقى ترسم لاي رسمه بسيطه من دول، اي رسمه بسيطه واحده بس ترسم لي توضح لي فيها شكل خلايا الفلين، ان هي خلايا ميته جذورها سميكه وتقل بالقلم وانت بترسم عليها كده. خد التانيه دي لانها ابسط، الخلايا اخده شكل مربعات او مستطيلات، ترسمها بالشكل ده وتقل بالقلم على الدرع عشان تبين ان الجدار بتاعها بيكون سميك. ترسم لي خلايا الفلين بس، لان احنا بنتكلم عن خلايا الفلين، ما ترسمليش نسيج البريديرم كله. انما لو جيت قلت لك وضح بالرسم تركيب نسيج البريديرم موضحا مكان وجوده ووظائفه والكلام ده كله، هتروح رسم لي النسيج بالكامل. نشوف الكلام ده بقى على صورة حقيقية. يعني عملنا قطاع عرضي في ساق مسن وركزنا على الجزء بتاع البريديرم وكبرناه عشان نوضح تركيبه والقطاع مسبوق. بص معايا هنا لساق مسن في بداية النمو الثانوي، شوف البشرة موجودة اهي، بس حصل تمزق بفعل النمو الثانوي، تمزق موجود عندي هنا واضح جدا، وخلايا البشرة في المكان اللي حصل فيه التمزق بدأ يحصل فيها تدهور، بتموت وتتحلل. مجرد ما حصل التمزق الطبقة السليمة، طبقة الخلايا السليمة اللي موجودة أسفل البشرة، استعادت القدرة على الانقسام وتحولت لمرسين ثانوي اللي هو الكامبيوم الفليني اللي هو ندى. هو كون أسفل التمزق على طول من صف الخلايا الحية اللي موجودة أسفل التمزق، بس انقسم انقسامات متتالية وكون خلايا نمت للخارج وكونت خلايا الفلين اللي هي الخلايا اللي قدامي دي، اللي اخده شكل مستطيل او غير منتظم زي ما انا شايف قدامي كده، دي خلايا الفلين. وقعت خلايا نمت وتشكلت وتحولت لخلايا برانكيميه، شبه الخلايا البرانكيميه العاديه، بس دي بنسميها القشره الثانويه اللي هي هنا فيلوديرم، نسبه لانها نشات من ميريستيم ثانوي. ايه اللي خلى كامبيوم الفلين بقى بعيد؟ ان هو لما انقسم واعطى طبقات للخارج اتحولت لخلايا فلين، الخلايا الفلين دي بتتكون للخارج، يعني بتتكون اعلى كامبيوم الفليني، فظهر ان كامبيوم بقى لجوه وكون تحت خلايا البشره على طول، بس انقسمت انقسامات عديده متتاليه اعطت خلايا للخارج وللداخل. الخلايا الخارج اتحولت لخلايا فلين، وللداخل اتحولت لخلايا بارنكيميه اللي بيكون القشره الثانويه، والكامبيوم الفليني موجود ما بينهم اهو. الثلاثه دول اللي هم الفلين والفيلوجين اللي هو كامبيوم الفليني والفيلوديرم اللي هو القشره الثانويه، دول بنطلق عليهم نسيج البريديرم. واحد ممكن يشغل مخه هنا ويعجبني قوي لو شغل مخه ويقول لي يا دكتور انت قلت لنا ان نسيج البريديرم بيحل محل البشره في الجذور والسقان اللي بتنمو في السم وحصل تمزق للبشره بتاعتها. على فكره في الجذر ما فيش مشكله، لان البشره في الجذر ما بتعملش تبادل غذائي، انما في الساق اللي بتنمو فوق سطح التربه بيبقى في البشره ثغور بيتم عن طريقها تبادل الغازات بين الجو الخارجي والانسجه الداخليه. يعني تقدر تقول لي بقى بعد ما البشره اتمزقت وتكون نسيج البريديرم اللي هو بيتكون من طبقات من خلايا الفلين بتغطي سطح الساق وهي طبقات غير منفذه للماء والغازات، ازاي بقى هيتم تبادل الغازات بين الجو الخارجي والانسجه الداخليه؟ كده مش هيتم، وبالتالي الانسجه الداخليه تختنق ويموت النبات بالكامل. لا، دي ما تعديش على ربنا سبحانه وتعالى، ده اتقن كل شيء خلقه وابدع فيه. علشان كده لما بيحصل تمزق ولو بسيط في اي جزء من اجزاء البشره، يعني حتى لو جزء بسيط زي ده، بتتكون من الخلايا الحيه السليمه اللي موجوده تحت التمزق حلقه كامله من الكامبيوم، يعني بيكون الكامبيوم من كل الصف اللي تحت خلايا البشره، فبيكون حلقه كامله تحت البشره مش على قد الجزء اللي اتمزق بس. وبعد ما تتكون الحلقه الكامله دي بلاقي خلايا الكامبيوم الواعي مش كلها بتنقسم تدي فلين للخارج
وخلايا برانكيميا للداخل اللي هي بتعمل قشره ثانويه، لا ده في مناطق محدده منه وتحديدا اللي كان بيوجد فيها صغور في البشره، الاقيها بتتميز عن باقي حلقه الكامبيوم. بتتميز ازاي؟ ان هي ينخفض مستوى سطحها عن مستوى سطح باقي حلقه الكامبيوم، يعني تبقى حلقه الكامبيوم ماشيه كده بشكل دائري وتيجي في اماكن معينه ولاقيها عملت انخفاض بسيط كده. الاماكن اللي انخفضت دي كان الكامبيوم بامر الله سبحانه وتعالى، الكامبيوم الفليني بيقول للاماكن المنخفضه دي انت نشاطك هيكون مختلف عن باقي اجزاء حلقه الكامبيوم الوعائي. حلقه الكامبيوم الوعائي كلها هتكون خلايا فلين للخارج وخلايا بارنكيميا للداخل، اما انت يا مناطق منخفضه هتكون شغلانتك تنقسم وتدي خلايا برانكيميا للخارج وللداخل. خلي بالك، خلايا برانكيميا للخارج وللداخل، مش فلين للخارج وخلايا برانكيميا للداخل، لا خلايا برانكيميا للخارج وللداخل. والخلايا البرانكيميا اللي بتتكون للخارج بتكون مفككه بينها مسافات بينيه واسعه عشان يدخل الهواء بسهوله من خلالها الى الانسجه الداخليه ويتم تبادل الغازات، وهذه الاماكن بنسميها بالعديسات، وهي تماثل الصغور في اداء وظائفها من حيث ان هي منفتحات بيحصل عن طريقها تبادل الغازات بين الجو الخارجي والانسجه الداخليه، وكمان بيحصل من خلالها نتح بيعرف بالنتح العديسي، لان هذه المناطق او الفتحات بنسميها بالعديسات. طب ممكن توضح لي اكتر يا دكتور؟ حاضر، اوضح لك والله، وما هسيبك الا ما تفهمها واقنعك بها تماما. ننقل الشريحه اللي بعدها نشوف هنا دي عديسه، بس عديسه عمرها حوالي 6 سنوات. عايزك تركز معايا عشان تفهم اتكونت ازاي وازاي عرفت ان عمرها 5 سنين مثلا او 6 سنين. اولا دي البشره، الطبقه الخارجيه دي هي عباره عن البشره اللي اتمزقت، تمام؟ اول ما اتمزقت تتكون تحت منها حلقه كامله من الكامبيوم، تبقى يعني موازيه لسطح الساق، حلقه كامله تحت البشره مباشره، لان البشره بتبقى عباره عن الطبقه الخارجيه اللي بتحيط بالانسجه الداخليه للساق وبتبقى على هيئه حلقه. لو اتمزق جزء ولا بسيط منها بتتكون تحتها على طول حلقه كامله من الكامبيوم الفلين. بلاقي الكامبيوم الفلين زي ما انتم شايفين اللي انا همشي عليه بالمؤشر ده عشان تركز معايا، ده الكامبيوم الفلين اهو، جه في اماكن معينه محدده وانخفض مستواه عن مستوى باقي الحلقه، عمل مكان منخفض اهو. المكان المنخفض ده زي ما يكون بيقول له ايه؟ انت مش هتدي فلين للخارج وقشره ثانويه للداخل، لا ده انت هتدي خلايا برانكيميا للخارج وللداخل، اللي للداخل هي قشره ثانويه انما للخارج خلايا برانكيميا مفككه اللي انا شايفها لونها فاتح دي، خلايا برانكيميا ايه؟ مفككه بينها مسافات بينيه واسعه علشان يدخل عن طريقها الهواء بسهوله ويتم تبادل الغازات بين الجو الخارجي والانسجه الداخليه. عشان تفهم مني كويس انسى اللي فوق ده، انسى الجزء اللي فوق ده دلوقتي، خليك معايا في الكامبيوم الفلين هنا، واعتبر اول نشاط له عمله ان هي انقسمت واعطت خلايا برانكيميا للداخل اللي هيكون قشره ثانويه، وخلايا برانكيميا تانية كبيره ومفككه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما هي ازاي خلايا الفلين؟ خلايا برانكيميا مفككه بينها مسافات بينيه واسعه عشان يتم عن طريقها تبادل الغازات بين الجو الخارجي والانسجه الداخليه. طب باقي تركيب العديسه اللي انا شايفه ده دكتور هفهمه لك، بس اصبر عليه واحده واحده. الكلام ده بيحصل في فصل الربيع في الاشجار المعمره اللي هي بتعيش سنوات، بيمر عليها كل سنه 4 فصول، ففصول النشاط اللي هي بتبدا من بدايه فصل الربيع وتنتهي مع فصل الصيف، بعد كده بقى بيجي عليها فصل الخريف والشتاء الجو بيبقى بارد، وبروده الجو ممكن تضر بالانسجه الداخليه، يعني الهواء البارد لو دخل بقى من خلال فتحات العديسات دي للانسجه الداخليه هيضرها، والفتره دي نفسها بتبقى فتره سكون، يعني خلايا النبات بتبقى في حاله سكون تقريبا، يا دوب العمليات الحيويه اللي بتتم فيها عشان تحافظ على حياه النبات، والماء اللي بتمتصها يا دوب للمحافظه على حياه الخليه، انما مفيش انشطه حيويه بتتم فيها زي فصل الربيع والصيف، فما بتبقاش محتاجه تبادل غازات قد كده، تمام؟ ودخول الهواء يلاقيها هيضر بالانسجه الداخليه لانه بيبقى بارد جدا، يقوم يحصل ايه؟ يروح جاي كامبيوم الفليني في منطقه العديسه اللي هي دي، ويغير نشاطه بقى مع دخول فصل الشتاء اللي هو هيبقى في الهواء بارد، وينقسم ويعطي طبقة أو طبقتين من خلايا في الليل، طبقة أو طبقتين من خلايا إيه؟ في الليل، عشان يقفل الفتحة بتاعة العديسة دي، يمنع دخول الهواء البارد. هيكونوا فين دول؟ هيكونوا من المفروض أسفل النسيج المفكك، لأنه هو في البداية في فصل الربيع أعطى خلايا برانكيمية مفككة هي. عشان المسافات البينيه اللي بينها تسمح بتبادل الغازات. طيب هيجي عليه بقى فصل الشتاء، فهيروح الكامبيوم الفليني اللي موجود تحت هنا في منطقه العديسه ينقسم ويكون طبقه او طبقتين من خلايا فلينيه يغطوا سطح العديسه من هنا، يمنعوا الهواء اللي بيمر من خلايا النسيج المفكك يدخل جوه، خلاص؟ فبنسمي الخلايا البرانكيميه المفككه بنسميها النسيج المفكك.
اما الطبقه او الطبقتين من الخلايا الفلينيه اللي بيكونهم عشان يغطي سطح العديسه فبنسميهم النسيج الغالق. يجي عليه فصل الربيع التالي بقى يروح مغير نشاطه تاني ويعطي كميه كبيره من الخلايا البارنكيميه المفككه تضغط على الطبقه او الطبقتين الصغيرين اللي هو كونهم من الخلايا الفلينيه، فتروح عامله ايه؟ تمزق فيهم، تقطعهم، يقوم يتفتح الايه؟ تتفتح العديسة من تاني وتبقى الخلايا المفككة هي اللي معرضة للهواء، فيمر الهواء عن طريقها للأنسجة الداخلية، تمام، ويحصل تبادل الغازات. يجي عليه الخريف التالي أو الشتاء التالي يروح مكون تحت النسيج المفكك نسيج غالق تاني عشان يقفل فتحة العديسة، وبعدين يجي فصل الربيع اللي بعده ويروح مكون نسيج مفكك من جديد بكمية كبيرة تضغط على الطبقة اللي موجودة من النسيج الغالق وتروح قطعها تفتحها يعني عشان يتم تبادل الغازات. وهكذا لو قدرت اعمل قطاع عرضي في منطقه العديسه في اي ساق مسنه عشان اشوف تركيبها الاقيها بتتكون من طبقات متبادله من النسيج المفكك والنسيج الغالق. النسيج المفكك اللي هو الخلايا البارنكيميه اللي بينها مسافات بينيه واسعه، والنسيج الغالق اللي هو بيبقى مكون من طبقه او صفين من خلايا فلين صغيره كده، تمام؟ ده نسيج مفكك، ده نسيج غالق، يكونوا في سنه واحده، تمام؟ وبعدين ده وبعدين عندي هنا اهو بعدهم في نسيج مفكك ونسيج غالق. النسيج الغالق هنا مقطوع لان ده اللي اتكون في السنه اللي قبلها. بعد كده نسيج مفكك ونسيج غالق يكونوا في السنه اللي قبلها. المفكك بيكون في الربيع والصيف، والغالق بيكون في الخريف والشتاء، وهكذا. يبقى بالتالي لو انا عديت عدد طبقات النسيج الغالق في منطقه العديسه ممكن اعرف عمرها بالتقريب. ليه؟ لان كل سنه بيتكون نسيج مفكك ونسيج غالق، كل سنه نسيج مفكك ونسيج غالق، تمام؟ يبقى انا لو عديت النسيج الغالق او النسيج المفكك في منطقه العديسه هعرف عمر العديسه بالتقريب. عد معايا كده، ده اول نسيج غالق اهو كون، ده بتاع السنه الاخرانيه، اسف، ده بتاع السنه الاخرانيه. السنه اللي قبلها في نسيج غالق تاني، السنه اللي قبلها في نسيج غالق تالت، يبقى كده ثلاثه، في نسيج غالق رابع، خامس، يبقى كده عندي خمس انسجه غالقه، كل واحد فيهم بيكون في سنه، يبقى عمرها خمس سنين بالتقريب. يبقى عرفنا ان نسيج البريديرم برغم انه نسيج وقائي ثانوي المنشا وبيتكون من فلين للخارج بيغطي سطح العضو النباتي عشان يحل محل البشر من الممزقه، لكن بيتخلله فتحات بيتم عن طريقها تبادل الغازات، وتسمى هذه الفتحات بالعديسات. بتتكون ازاي العديسه؟ ان الكامبيوم الفليني، حلقه الكامبيوم الفليني اللي بتتكون ما بتنتجش في كل اجزاء فلين الخارج وقشره ثانويه للداخل، بل بتيجي في اماكن محدده ممكن تبقى ميكروسكوبيه ما تشافش غير بالميكروسكوب، ولاقي الكامبيوم الفليني بينخفض مستواه عن باقي حلقه الكامبيوم، كانه بيقول للاماكن المنخفضه دي انت نشاطك هيكون مختلف عن باقي الحلقه في انك هتدي خلايا بارنكيميه مفككه للخارج بدل ما تدي خلايا في الليل عشان يتم عن طريقك تبادل الغازات. هذه الاماكن هي اللي بنسميها بالعديسات. وقلنا لما بيجي عليه فصل الشتاء التالي الجو بيبقى بارد وممكن الهواء يضر بالانسجه الداخليه، بيروح مبطل انتاج الخلايا البارنكيميه المفككه ويكون طبقه او طبقتين من خلايا فلينيه اسفل الخلايا المفككه عشان يسد فتحه العديسه. وبعدين يجي فصل الربيع يكون خلايا بارنكيميه تاني مفككه تضغط على النسيج الغالق اللي هو طبقه او طبقتين من خلايا فلينيه تمزقهم، فتصبح العديسه عباره عن اشرطه متبادله من النسيج الغالق والنسيج المفكك. طب انا عايز اعرف يعني اللي موجود قدامي ده هو اللي كون اول سنه وده تاني سنه وده تالت سنه؟ البعض ممكن يفهمها كده من خلال الرسم. لا مش كده يا حبيبي، ركز معايا عشان تفهم تركيب العديسه صح. لما حصل التمزق الكامبيوم الفليني في منطقه العديسه اعطى خلايا بارنكيميه مفككه اللي هي دي اول طبقات اتكونت من الخلايا المفككه بعد حدوث التمزق. وبعدين جه عليه فصل الشتاء كون النسيج الغالق ده، بعدين جه فصل الربيع التالي كون النسيج المفكك ده اهو، ده التاني، ده بتاع تاني سنه، فضغط على النسيج الغالق مزقه. وبعد كده جاء الخريف والشتاء اللي بعد منه كون النسيج الغالق ده قفل فتحته العديسه، وبعدين الربيع اللي بعده كون النسيج المفكك ده ضغط على الغالق ومزقه، وبعدين جاء في الخريف اللي بعده كون النسيج الغالق ده، يجي الربيع اللي بعده راح مكون المفكك ضغط عليه ومزقه، وبعدين في الخريف التالي كون الغالق، الربيع اللي بعده كون المفكك ده اهو اللي ضغط على النسيج الغالق ده ومزقه، وبعدين يجي على الخريف التالي فكون النسيج الغالق اللي قدامي هنا ده، قفل فتحه العديسه وكان ملاصق للكامبيوم الفليني لان ده المفروض انه اخر سنه. اما جاء عليه بقى الربيع التالي راح مكون النسيج المفكك اللي عندي ده، يعني ده اخر نسيج مفكك كونه بتاع اخر سنه، ولسه بيتكون اهو، لما يزيد عدده قوي بيضغط على النسيج الغالق ويبعده عن الكامبيوم الفليني
ويقعد يضغط عليه يبعده يبعده لحد ما يبقاش متحمل الضغط، يروح مقطوعه زي الانسجه الغلقه اللي قبل منه، فتتفتح فتحه العدسه من جديد. الصوره اللي قدامي هنا دي صوره مكبره جدا مركزين فيها على منطقه العدسه. الصوره اللي قدامي هنا دي صوره مكبره جدا مركزين فيها على منطقه العدسه، فمش جايبين القطاع بتاع الصف بالكامل، بس جايبها لك عشان اوضح لك بدايه تكوين العدسه. هنا لو لاحظت ده الكامبيوم الفليني اللي كون اسفل التمزق، كان التمزق حصل فكونت حلقه كامله من الكامبيوم الفليني تحت البشره. نلاحظ ان في اجزاء منها ماشيه اهي عاديه، وجت في مكان معين وانخفضت عن باقي سطح حلقه الكامبيوم. الاماكن اللي هي بتكون مرتفعه دي بتنقسم بجدر موازي للسطح، فبتعطي خلايا تتحول لخلايا فلين جهه الخارج، والخلايا اللي بتديها للداخل تتحول لخلايا برانكيميا اللي بتكون القشره الثانويه اللي هي الصغيره دي اللي انا بشاور عليها بالمؤشر. اما في الاماكن المنخفضه الكامبيوم الفلين انقسم موازي للسطح، عطى خلايا للداخل اللي بتكون القشره الثانويه، وخلايا برانكيميا للخارج في المنطقه المنخفضه دي اللي هي بتكون مفككه عشان يبقى بينها مسافات بينيه واسعه يدخل عن طريقها الهواء، فكون بكده عدسة، كون بكده فتحة هيتم عن طريقها تبادل الغازات، ودي بداية تكوين العدسة. طب لما هيجي عليه بقى فصل الشتاء هيعمل ايه؟ الكامبيوم الفليني اللي بينتج خلايا برانكيميا الخارج ده هيغير نشاطه بحيث يدي للخارج طبقة او طبقتين من خلايا فلين صغيرة تغطي فتحة العدسة، تبقى موجودة تحت الخلايا المفككة اللي كونها فصل الربيع دي، لان هو بينقسم فبيدي خلايا من الداخل للخارج كده، تمام؟ فالخلايا الجديده اللي هيكونها اللي بتاعت الفلين هتبقى تحت الخلايا بتاع النسيج المفكك قافله فتحه العدسه. يجي عليه فصل الربيع التالي يروح مكون خلايا كميه كبيره من الخلايا البرانكيميه المفككه بتضغط على الطبقه بتاعت النسيج الغلط اللي هي بتبقى صف او صفين من الخلايا تبعدها عن الكامبيوم الفليني، يقعد يدفعها لبره 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 ترتفع لحد ما يتحملش الضغط، تقوم تتمزق وتنفجر كده علشان تفتح فتحة العدسة من جديد. ويمكن الصورة اللي امامي هنا التانية دي موضحة للمنظر ده. ده كان طبعا فتحة العدسة كونت طبقة او طبقتين من نسيج غالق، يعني من خلايا فلينية كانت قافلة فتحة العدسة من هنا تماما. جاء عليه فصل الربيع انقسم بمعدل كبير واعطى للخارج كمية كبيرة من خلايا برانكيمية مفككة اللي انا شايفها قدامي دي، اتكونت بكمية كبيرة وبأعداد كبيرة، فدفعت النسيج الغالق ده اللي كان ملاصق للكامبيوم الفليني وقافل فتحة الصدر دفعته للخارج بره خالص لحد ما حصل له تمزق، والصورة بتبان وكأنه انفجار بركان، سبحان الله. انقلكم بقى على الصورة اللي بعدها، دي بتمثل لي قطاع في منطقة العدسة، قطاع عرض في منطقة عدسة بس عمرها عدة سنوات. بلاحظ هنا ان العدسة في حالة انفتاح، لان اللي موجود في قلبها من هنا ده كله عبارة عن خلايا برانكيمية مفككة. شايف انا هنا خلايا برانكيمية ومفككة بدون نظام وبينها مسافات بينيه واسعه، الهواء الجوي يقدر يدخل ويمر من خلال المسافات البينيه دي عشان يوصل الانسجه الداخليه. لكن لو بصيت على حواف العدسه هلاقي فيه موجود طبقات من النسيج الغالق اهي، والنسيج المفكك اللي بينها ممكن يكون جف وتلف وتحلل بفعل ان هو بيبقى معرض للعمل الجوي، لكن في عندي عده طبقات، ده بيدل على ان عمرها عده سنوات. زي ما قلت لك لو عديت عدد الطبقات هتعرف عمر العدسة بالتقريب. كده اكون انا غطيت شرح البريديرم والعدسة وشرحت اجزاء مساعدة لفهم البريديرم والعدسة زي النمو الابتدائي والنمو الثانوي وشرح كيفية حدوث النمو الثانوي وكيفية تكوين البريديرم ونشأته وتركيبه وكيف تتكون العدسة وتركيبها. لكن من المهم قبل ما انهي هذا الجزء ان انا اعمل مقارنة بين نسيج البريديرم ونسيج البشرة، لان زي ما قلت في بداية المحاضرة انا شرحت نسيج البريديرم عقب نسيج البشرة لوجود اوجه تشابه واوجه اختلاف، ومن خلال الشرح هنكتشف اوجه الاختلاف ونقدر نقارن ما بينهم ونميز ما بين نسيج البريديرم ونسيج البشرة. فنسيج البشرة نسيج ابتدائي، اما نسيج البريديرم نسيج ثانوي. البشرة نسيج ابتدائي ليه؟ لانها نشأت من ميريستيم ابتدائي، ودي بتكون النسيج الضام لاعضاء النبات الحديثة التي لم تنمو في سمك. اما البريديرم نسيج ثانوي لان نشأ من ميريستيم ثانوي وبيغطي السطح الخارجي لاعضاء النبات التي نمت في السمك، لان حل محل البشرة. حاجة تانية ان البشرة نسيج بسيط، يعني بيكون من نوع واحد من الخلايا، اما البريديرم نسيج مركب لانه بيكون من ثلاث انواع من الخلايا، هي الكامبيوم الفليني والفلين والقشره الثانويه اللي هي بتبقى عباره عن خلايا برانكيميه. النقطه الثالثه ان البشره عاده تكون من صف واحد من الخلايا كما في الجذر والساق،
أما في الأوراق فغالبا بتبقى صف واحد باستثناء أوراق النباتات الجفافية اللي بتعيش في البيئات الصحراوية، ممكن تبقى مكونة من عدة صفوف وبنسميها بشرة متضاعفة. أما البريديرم فدائما بيتكون من عدة طبقات من الخلايا، طبقات من خلايا الفلين، طبقة من الكامبيوم الفليني، وطبقات من الخلايا البرانكيمية اللي بيكون القشرة الثانوية. النقطة المهمة بعد كده إن بنقول إن البشرة في السيقان والأوراق بتسمح بتبادل الغازات من خلال الصغور التي توجد فيها، والصغور بتفتح وتغلق بواسطة الخلايا الحارسة وتبعا تهجات النبات. أما نسيج البريديرم اللي هو بيكون في السيقان المسنة فبيسمح بتبادل الغازات من خلال فتحات موجودة فيه تعرف بالعديسات، إلا أن هذه العديسات إما أن تكون مفتوحة باستمرار وذلك طوال فصل النشاط اللي هو في الربيع والصيف عن طريق تكوين النسيج المفكك، أو تكون مغلقة باستمرار خلال فصول السكون اللي هي الخريف والشتاء عن طريق تكوين نسيج غالق يقفل فتحة العديسة. التشابه بقى الكبير اللي موجود ما بين نسيج البشرة ونسيج البريديرم إن الاتنين أنسجة ضمة تقوم بحماية الأنسجة الداخلية من فقد الماء بالتبخير ومن عوامل البيئة المحيطة وتنظيم تبادل الغازات، بس البشرة بتبقى موجودة في أعضاء النبات الحديثة التي لم تنمو في السم. أما البريديرم فبيحل محل البشرة في أعضاء النبات المسنة اللي هي الجذور والسيقان المسنة أي التي نمت في السمك. وأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضرة، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكون وفقني في شرح نسيج البريديرم والعديسة، وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.